لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا من الناس منهم، فإنما هذا زهرة الحياة الدنيا ومتعناهم به لنفتنهم فيه. فالأزواج الأصناف من البشر، وتعني الآية كل شيء من متاع الحياة الدنيا الزائد. مثلا هذا الشخص متع بسيارة فارهة، هذا متع بزوجة حسناء، هذا متع بمال غزير، هذا متع بإبل. لا تمدين عينيك إلى كل هذا الحطام الزائل، فإنه زهرة الحياة الدنيا، والزهرة سريعا ما تذبل، الزهرة سريعا ما تذبل وتزول، وإنما متعناهم به لاختبارهم فيه، والله أعلم.